السلام عليكم تحية طيبة للجميع راح نبدي بكورس تعلم كيفية بناء وتطوير الأنظمة البرمجية وتحليلها باستخدام أحدث التقنيات البرمجية والكورس مقدم من قبل فريق مبرمج محترف راح نعتمد بشكل أساسي بالكورس على برنامج فيجوال ستوديو 2013 راح أترك لكم رابط التحميل أسفل الفيديو وأيضا يمكنكم من خلال الحدث الخاص بالكورس في موقع الفيسبوك الاطلاع على كيفية تنصيب النظام بالتفصيل بعد تنصيب النظام راح نلاحظ الواجهة الرئيسية لبرنامج فيجوال ستوديو من خلال فايل ونيو وبروجكت راح نلاحظ التيمبلت الخاصة بفيجوال ستوديو طبعا هاي نبذة سريعة عن برنامج فيجوال ستوديو من خلاله نقدر نطور تطبيقات بإستخدام لغة بيسك و سي شارب و سي بلس بلس وأيضا اف شارب وتطوير قواعد البيانات يعني بشكل سريع ما راح نستخدم أي أداة خارجية مع برنامج الفيجوال ستوديو لأنه يحتوي على كافة الأدوات اللي راح نحتاجها بالعمل بالدروس اللاحقة راح نبدي بتحليل وبناء نظام برمجي باستخدام لغة C++ واللي هي اللغة اللي قليل من المبرمجين يستخدموها أو يعتمدون عليها بشكل أساسي يعني راح نستخدم من خلالها بناء تطبيقات باستخدام الواجهات الرسومية GUI Graphic User Interface والتعامل مع قواعد البيانات بشكل أساسي تحياتي للجميع وشكراً